مستمرين مع الإبداع والابتكار، فالروبوت أصبح جزء من المشهد الحياتي بعدد من المجالات حول العالم. اليوم رح نتعرف على ابتكار جديد بهذا المجال، روبوت رباعي هجين استطاع دفنة أنه يحصل من خلاله على براءة اختراع، وأيضا روبوت استكشاف متعدد الاتجاهات. رح نتعرف أكثر على هالابتكارات مع ضيفنا لليوم المهندس جميل ليوس، خريج اختصاص هندسة ميكاترونكس وماجستير في الروبوتيك من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ورئيس مختبر الروبوتيك ضمن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. بالبداية قبل ما نحكي عن الريبوت، خلينا نعرف من حضرتك لمحة بسيطة عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الاختصاصات الهندسية اللي بيتضمنها اليوم. المعهد العالي هو مؤسسة حكومية تعليمية دائما بيهدف لاستقطاب النخبه او ال 15% الاوائل من طلاب الثانويه او شهاده الثانويه، ليخرج نخبه من المهندسين بعده اختصاصات: الميكاترونكس، اختصاص المعلوماتيه والنظم، واختصاص الاتصالات وعلوم المواد، بالاضافه لاختصاص الطيران في فرع حلب، اضافه الى في كمان برامج الماجستيرات، برامج الماجستير في الروبوتيك والتحكم، وايضا بالاتصالات والمعلوماتيه وفي علم المواد، وايضا في برامج الدكتوراه كمان ضمن قسم الميكاترونيكس لاختصاص الروبوتيك. طيب خلينا نتعرف كمان على ابرز الانشطه اللي بيقوم فيها المعهد ضمن المسابقات العالميه. هلا ضمن قسم الميكاترونيكس ونظم الكترونيه، بالاضافه لمختبرات الروبوتيك، في عنا نادي الروبوكون اللي هو دائما من بدايه ما هالموضوع دخل على سوريا كان سباق له، دائما عنا مشاركات حتى على مستوى المسابقة العالمية، دائما كان عندنا فرق عم تطلع وتشارك، إضافة لعنا العديد من الزملاء هن ضمن أعضاء هيئة اللجان بمسابقات الروبوتيك. طيب خلينا نحكي عن هيدا الريبوت اللي أخذت عليه براءة اختراع، هو ريبوت رباعي هجين، نحكي عنه شوي. هلا الروبوت بلشت فكرته إنه أنا من كلمة هجين إنه بدي أعمل دمج بين عدة أنواع من الروبوتات. فأول شيء كنت عم بستعمل الأرجل، بعدين قررت ضف لهم الدواليب. فهيك صار عندي نوع من انواع الروبوتات القادره على تغيير شكله بين انه يكون روبوت يمشي على ارجل او يمشي على دواليب. بعدين ضفت له ذراع فصار عندي روبوت مشابه للعقرب، عشان هيك يعني بالاخير سميناه الروبوت العقرب. هلا هالتشكيله من هالثلاث روبوتات اللي دمجتهم مع بعض قدرت فيها احصل على براءة اختراع من حيث الشكل الميكانيكي والتصميم الميكانيكي. طبعا هلا هذا النوع من الدمج قدرت فيه خلي الروبوت يكون عنده مرونه كبيره لحتى يقدر يمشي ضمن الاراضي الوعره. يعني دائما تشكيله الارجل بتمكنه شو ما كان نوع الارض الوعره يتوغل فيها. في حال كانت الارض ما كثير وعره فيه دائما يضب الارجل يمشي بشكل سليم. سياره بصير هيك اسرع، اضافه للزراع اللي هي بتساعده على عمليات الالتقاط، جمع عينات، او حتى بتساعده تصحيح وضعه في حال قلب او وقع، هي تساعده لحتى يرفع جسمه أو يجلس وضعيته. طيب معنا كمان نماذج، خلينا نحكي عنها وعن شو استخداماتها. هلأ أول شيء رح أتكلم عن الروبوت الأول اللي هو روبوت متغير الشكل. هذا روبوت تم تنفيذه مع طالب سنة رابعة عبد الرزاق سلامة تحت إشرافي وإشراف المهندس غدير شعبان. هذا الروبوت عنده القدرة أنه يغير شكله لعدة وضعيات، ممكن يكون شكله عبارة عن مستقيم أو منسميه الشكل الدودي، فيه يمشي للأمام. الهدف منه أحيانا عندنا بعض المناطق المنكوبة مثلا، فنحن بدنا نشوف في شيء تحت الأنقاض بشر مثلا، فممكن نحن نعمل حفرة بالجدار بشكل أسطواني فنخلي الروبوت بوضعيته الدودية وندخله للغرفة، ومن ثم بيرجع هو لوضعيته الأخرى اللي هي مثل ما شايفينها المحطوطة هلا، بيشبه عربة مدولبة، إضافة لزراع فيها كاميرا بتعمل عمليات مسح. هلا اللي بيميزه انه الدواليب نحن استعملناه هون هن من نوع الاومني دايركشنال ويل، يعني هاي بتمكنه انه يتحرك بكافه الاتجاهات. هلا السياره العاديه بنشوف ما فيها تمشي بشكل بالعرض، اما هون لا بيقدر يمشي حتى بشكل عرضي او بشكل مائل. طبعا كمان بنلاحظ انه كل القطع بهذا الروبوت كلياتها هي تم تصميمها ضمن المعهد العالي، بالاضافه لطباعتها على طابعات ثلاثيه الابعاد كامله. المشروع الثاني اللي معنا هو كان مشروع تخرج للمهندس ضرغام محمد، كمان تحت اشرافي واشراف المهندس غدير شعبان. هذا الروبوت كان هدف منه انه يعمل عمليات استكشاف للاعطال ضمن الانابيب. فمنلاحظ
اولا بيتم ضغطه للروبوت لحتى يتم ادخاله بالانبوب، بعدين عن طريق قوه ارجاع النوابض الموجوده فيه، فالاذرع تبعيته راح تتباعد لحتى تلتصق بجدار الانبوب الداخلي، ومنه بيقدر يتمكن انه يمشي ضمن اي انابيب. طبعا هون في عنا عده مفاصل محطوطه ضمن الاذرع تبعه، هذا الشيء بيمكنه انه يتجاوز المنعطفات ضمن الانابيب حتى يقدر يطلع بشكل كمان شاقولي ضمن الانابيب، وعن طريق الكاميرا اللي بتكون مثبته عليه بنقدر نشوف وين في عطل ضمن الانبوب مشان يكون في او نبعث فريق لتصليحه. يمكن بالاونه الاخيره عم نشوف قديش فعلا الريبوت عم يدخل لحياتنا ويكون في مساحه في كثير من الدول، فعليا قديش فينا فعلا نستخدمه بحياتنا؟ قديش فينا فعلا ضمنيا يكون هذا الاختراع على ارض الواقع فينا يكون جزء من حياتنا ونستفيد منه؟ هلا الروبوتات بشكل عام ميزتها انه هي هلا عم تطور العلوم، كل ما انا عم تستغني شوي عن اليد العامله تقريبا. صحيح. في مثلا مثل مصانع اتمتت السيارات بنلاحظ انه بنلاقي قليل اليد العامله، اغلبها ازرع روبوتيه هي بتقوم بتجميع السيارات وتركيبها، اضافه لبعض العمال اللي بيوجهوها. طبعا الروبوت من ميزاته او من ايجابياته فينا نقول انه هو ما بيتعب. ما بيتعب، بضل مستمر بالشغل. اوكي هو يتم استهلاكه بس ما راح يتعب، ما بياخذ اجازه، هيك تمام. طيب. فمن هي من اكثر الايجابيات للروبوتات. طيب خلينا نحكي شوي اليوم المجالات اللي عم يدخلوا فيها، يعني انت قلت هون ممكن يتم مساعدة اشخاص تعرضوا لحادثة او لشيء، فممكن يتم معرفة من خلال التصوير، والثاني بيدخل للانابيب فبيستكشف. شو هي المجالات الواسعة اللي ممكن يتم استخدام فيها مثل هالروبوتات؟ هلا الروبوتات فينا نبلش من المصانع لخطوط انتاج لعمليات اتمتة، اضافة للاطراف الصناعية كمان اللي هو محور عم نشتغل عليه طبعا تحت اشراف المهندس نزار فليون، اضافه لانواع الروبوتات الاستكشافيه مثلا. فنحن بنشوف انه الروبوتات فيها فايده بكل مجالات طبيه صناعيه، حتى بمواضيع التصوير كمان. يعني في بعض الازرع هي كانت عم تركبوا عليها كاميرا لتاخذ لقطات مثلا صعبه شوي او بدون لقطات سريعه، او لانه بيقدروا يبرمجوها تمشي بمسارات متعدده. ففينا نقول انه الروبوت فايد بكل مجالات حياتنا، يعني من اصغر شيء لاكبر شيء. حضرتك مو فقط مخترع، مشرف على بعض الاختراعات. تمام. اللي يعني يقوموا فيها الطلاب، خلينا نحكي عن الاختراعات يمكن اللي قادمه مع الطلاب بالمعهد. قديش فعلا في امكانيات سوريه مبدعه وخلاقه، وقديش فعلا في انجازات يمكن لهلا عم تشتغلوا عليها رح تكون معنا قريبا. تمام. هلا نحن ضمن قسم الميكاترونيكس دائما بنحاول انه نطرح مشاريع يقدر الطالب من خلالها يتعلم، فهيك بيتخرج بيكون هو عنده معلومات كثير قويه، بيكون من نخبه المهندسين. طبعا كمان المعهد العالي مشكور على دعمه وتمويله لهالمشاريع اللي هي عم تكون مكلفه، طبعا هو عم يتحمل كل تكاليفها. بنلاحظ من المشاريع اللي امامكم حتى لمشاريع مستقبليه دائما عم نحاول انه يكون عندنا شيء يعني ذو هدف يوصلوا له الطلاب او يتعلموا منه مشان بالمستقبل يقدروا يخدموا البلد بشكل افضل. يعني مثل ما حكينا استاذ، يعني في كثير مجالات متنوعه، وايضا حضرتك رئيس مختبر، خلينا نتعرف اكثر على المختبر والطلاب اللي عم بيكونوا موجودين فيه، وشو عم بيتم طبعا تدريبهم وتعليمهم غير طبعا الروبوت. تمام. هلا المختبر اعماله رح تنقسم نوعين، او فينا اقول ثلاث مجالات تقريبا. اول شيء هو انه يطرح مشاريع بحيث باختصاص مجال الروبوتك لنحدد اكثر، واضافه لقسم ثاني انه يكون هل يتبناهم لهالطلاب يشتغلوا اثناء مرحله مشاريعهم ضمنه، لانه فيه تجهيزات تساعدهم لحتى يتمكنوا انه يعملوا مشاريعهم. اضافه لشيء اهم اللي هو القسم التعليمي. طبعا في منصات تعليميه اللي هي روبوتات قديمه او مو قديمه، يعني عملناها الفتره الماضيه، صارت هي منصه تعليميه بيشتغلوا عليها كمواد للسنه الخامسه او الرابعه، بيتدربوا من خلالها لنطبق افكار نظريه على ارض الواقع. طيب خلينا نحكي معك دور المعهد اليوم بالاختراعات اللي عم تكون وعم تاخذ جوائز وبراءة اختراع، قديش فعلا في تأسيس مثل ما قلت، وقديش فعلا في انجاز من خلال المعهد بالمشاركة مع الطلاب ومعكم؟ هلا دور المعهد كبير ويعني وبصمته واضحة، لأنه من خلال المواد التعليمية اللي بلشوا يعطونا اياها يأسسونا لحتى نقدر نوصل لهالأمور المتميزة على مستوى الروبوتك، إضافة للدعم
المادة. يعني كمان هيك روبوتات كتير مكلفة، المعهد هو عم يتحمل تكلفتها بس مشان انه نحن نقدر نقدم شيء اضافة لنادي الروبوكون واضافة للمشاركات العالمية اللي قدروا يحصوا فيها على عدة جوائز على مستوى العالم. اكيد. يعني قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك، يعني بنعرف دائما انه بيكون في عندكم استعدادات لخوض الكثير من المسابقات، خلينا نقول هلا حاليا لشو عم بتجهزوا؟ هلا حاليا المسابقات اذا نحكي على مستوى المسابقات الروبوتيه بسبب هلا ازمه الكورونا، فمثل ما شفنا اغلب الامور بلشت تتوقف او تصير اونلاين، بس نحن كل سنه عم يكون دائما كافه المسابقات في هذا المجال المشاركه واضحه وعلى مستوى عالي. من اجل مشاريع الميكاترونيكس دائما كل سنه عم يتم طرح عده مشاريع، وسنه رابعه سنه خامسه هذا دائما شغال لهذا الشيء، يعني لانه ما بيتوقف. نتمنى لكم اكيد التوفيق بجميع مشاريعكم القادمه ولكل الطلاب، لانه فعلا في مواهب سوريه مميزه عم يكون لها دور كثير كبير مو فقط في سوريا، عم تشارك بدول الخارج وعم تاخذ مراتب مهمه. ان شاء الله كمان نستضيفك مره اخرى مع الطلاب بجوائز جديده واختراعات جديده. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. كل الشكر لك. شكرا. شكرا.